أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تبين لنا من الحلقات السابقة أن الإسلام يدير تشريعاته المتعلقة بالفرد والأسرة والمجتمع على مبادئ إنسانية ثابتة ومقاصد خلقية راسخة تضمن استقامة المجتمعات وسيرها على نهج يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة معاً. كما تبين أن من أعظم هذه المبادئ خطرًا في تحقيق سعادة الناس وتوفير أمنهم واستقرارهم، مبدأ العدل وما يتطلبه من تطبيق مبدأ المساواة بين الناس المتساوين في الحقوق والواجبات. ولكي نفهم فلسفه المساواه في شريعه الاسلام لا مفر لنا من ان نكون على وعي بالخلفيه الاخلاقيه الرابضه وراء كل تشريع من تشريعات هذا الدين الحنيف سواء منها ما تعلق بجانب العبادات او جانب المعاملات ولا باس من الوقوف لحظات في رحاب هذه الخاصه في فلسفه التشريع الاسلامي ليتبين لنا الربط القوي بين الاصل الخلقي من جانب وما ينبني عليه من احكام وتشريعات من جانب اخر، وبحيث يمكن القول بان اي تشريع من تشريعات هذا الدين الحنيف انما يستند في منبعه او في مآله الى قاعده او اخرى من قواعد الاخلاق، واكتفي في مؤونة الاستدلال على هذه الدعوة بقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وقوله عليه الصلاة والسلام في شأن الصائم الذي يتحلل من قيود الاخلاق وهو صائم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. واصرح من كل ذلك حديث المراه التي كانت تصوم نهارها وتقوم ليلها الا انها كانت تؤذي جيرانها بلسانها وان النبي صلوات الله وسلامه عليه حين اخبر بحال هذه المراه بعد وفاتها لم يزد على ان قال لا خير فيها هي من اهل النار وكذلك المراه التي كانت تكتفي في عبادتها باداء ما افترض عليها من صلاه وصيام وتصدق ببقايا طعامها الا انها كانت تحبس لسانها عن الغيبه والنميمه وذكر الناس بما يكرهون وان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بحالها هذا قال هي في الجنه واحاديث اخرى تدلنا دلاله قاطعه على تجذر البعد الخلقي وراء كل تشريع من تشريعات الاسلام سواء تعلق هذا التشريع بالعبادات او المعاملات او غيرهما والاعجب من كل ذلك ما يلاحظ من ان اشتباك البعد الخلقي بالبعد التشريعي في الاسلام لم يتوقف عند حدود المعاملات الانسانيه فقط بل تعداه الى اشتباك خلقي مماثل فيما يتعلق بمعامله العجماوات والكائنات الضعيفه فقد صح ان رجلا غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تاخر بسبب رحمه حملته على ان يسقي كلبا كاد يموت من شده العطش وان امراه دخلت النار نعم دخلت جهنم بسبب قطه اليفه حبستها حتى ماتت بسبب شده الجوع والعطش كما صحت احاديث اخرى لا يتسع المقام لذكرها وكلها تلفت انظارا متامل الى فلسفه هذا الدين الانساني العظيم في تعظيم قيم الاخلاق وفضائلها وانها تمثل الاصل الذي ترتبط به تشريعات هذا الدين ارتباط الفروع بالاصول ومعلوم بداهه انه اذا ثبت اصل الاخلاق ثبت ما تفرع عليه من ثواب في العبادات والمعاملات وإذا تآكل أصل الأخلاق أو تلاشى سقطت الفروع وجفت الثمار. وقد كان مبدأ المساواة هذا حجر الزاوية في بناء حقوق متعددة التي نالت المرأة منها مثل ما ناله الرجل تماما بتمام. فالمرأة في الإسلام شقيقة الرجل، والنساء جميعاً فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال، وكل من المرأة والرجل مساوٍ للآخر في أصل الإنسانية، لا فضل لأحد منهما على الآخر في أصله ولا في مولده، ويكفي أن نشير إلى بعض مظاهر هذه المساواة التي شرعها القران الكريم بين الرجل والمراه او بين الزوج والزوجه او بين الذكر والانثى شرعه متساويه عادله فهناك المساواه بين الرجل والمراه في الخرقه وفي الانسانيه وفي التكريم الالهي لبني ادم وهناك المساواه في تلقي الخطاب الالهي وتلقي التكاليف الشرعيه والثواب والعقاب والمسؤوليه الفرديه والحدود والاداب والاخلاق وحقوق اخرى كثيره ناسى لتاكل بعضها وذهاب بعضها الاخر وتلاشي بعض ثالث تحت مطارق سطوه العادات وعنفوان التقاليد وكلها مما ينكره الاسلام ونادت شريعته الغراء بوقفه وقد تبين لنا من شهادات التاريخ القديم والحديث ان شريعه الاسلام هي اول من ينسب لها فضل السبق في تحرير المراه وان القران الكريم هو اول كتاب الهي رد الى المراه كرامتها ولفت انظار البشريه الى دورها المحوري في صناعه المجتمعات وصياغه الرجال واعداد الشباب كما بين للمرأة حقوقها وما يجب لها وما يجب عليها سواء في آيات متفرقة في بعض سور القرآن الكريم أو في آيات مجموعة في سور أخرى سميت باسم سورة النساء أو سورة الطلاق أو سورة التحريم والمتتبع لمنهج القرآن في هذا الشأن يجد أنه بدا منذ وقت مبكر من العهد المكي باسترداد اهم ما سلبته المراه من حقوق وهما حق الحياه وحق الوجود الاصيل في قلب الجمعيه الانسانيه ثم حق البراءه من رجس الشيطان وانحطاط الحيوان وذلك قبل ان يسترسل القران الكريم في العهدين المكي والمدني في استرداد بقيه ما سلب منها من حقوق عبر التاريخ، وبظلم من المجتمع او الرجل او العادات والتقاليد. هذا ولم يتوقف انصاف الاسلام للمراه عند بيان حقوقها التي ذكرنا بعضا منها، وانما ذهب الى ابعد من ذلك. حين أحاط هذه الحقوق بما يحميها من التغول عليها أو التنقص منها من جانب الرجل أو الأسرة أو المجتمع أو مروجي ثقافات العادات والتقاليد أحاط القرآن كل ذلك بأوامر ونواهٍ في آيات ومحكمات تقول: "ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا" ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. صدق الله العظيم وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.